السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زیادہ تر جادو حسد کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. اسی طرح ابلیس نے بھی انسان سے حسد کیا تھا تو انسان کا دشمن بنا تھا, اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں صدیوں سے حسد کی بنیاد پہ ہی جادو زیادہ تر کیا جاتا ہے. اور جب تک انسان حسد کرتے ہیں, حسد ختم نہیں ہوتا, جادو بھی ختم نہیں ہوتا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس دم کے اندر حسد ختم کرنے کی بھی پڑھائی کی ہے اور جادو کو ختم کرنے کی بھی پڑھائی کی ہے. اور انشاءاللہ جو بھی جادو کرنے والا ہے, ہماری دعا ہے اللہ اس کو ہدایت دے, سیدھے رستے پہ آ جائے. جادو کرنے والا بھی, جادوگر بھی, جادو کروانے والا بھی, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے لوگوں کو چھٹکارا دیں, اس گندگی سے لوگوں کو چھٹکارا دیں, نجات دیں, اور ان کو عبرت کا اللہ تعالیٰ نشان بنائیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے سبق سیکھیں. تو میرے بھائیوں بہنوں, اس دم کو آپ نے صبح دوپہر شام دن میں 3 دفعہ سننا ہے. 21 دن تک آپ اس دم کو سنیں, انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے آپ کا ہر طرح کا جادو انشاءاللہ اللہ ختم کریں گے. اور اس دم کو پوری توجہ سے سنیں, ہر ایک کو اس کی اجازت ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے, ہر ایک کو اس کے سننے کی اجازت ہے. ایون مسلمان, غیر مسلم بھی سن سکتے ہیں اس دم کو. پوری توجہ سے سنیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس
الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون 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 الناس 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 على ما آتاهم الله من فضله 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 يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 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 يحسدون الناس 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 على ما آتاهم الله من فضله 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 يحسدون الناس 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 على ما آتاهم الله من فضله 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 يحسدون الناس 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 على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة آتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا نسيما واتيناهم 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 ملكا نسيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسبون الناس 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 يحسبون الناس يحسبون الناس أم 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 يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا على إبراهيم الكتاب فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسبون الناس أم يحسبون الناس يحسبون الناس يحسبون الناس يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضل يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضل يحسبون الناس 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 على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا على إبراهيم الكتاب يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما يحسبون الناس 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 على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا على إبراهيم الكتاب أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا على إبراهيم الكتاب يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا على إبراهيم الكتاب يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا على إبراهيم الكتاب يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا على إبراهيم الكتاب يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا على إبراهيم الكتاب يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا على إبراهيم الكتاب يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا على إبراهيم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسبون الناس أم يحسبون الناس 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 على ما آتاهم الله من فضل 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 يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضل
فضلك يا سبحان الناس على ما آتاهم الله من فضلك يا سبحان الناس 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 على ما آتاهم الله من فضلك فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيما يا سبحان الناس على ما آتاهم الله من فضلك يا سبحان الناس على ما آتاهم الله من فضلك فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيما وآتيناهم ملكاً عظيما وآتيناهم ملكاً عظيما وآتيناهم ملكاً عظيما أم يا سبحان الناس على ما آتاهم الله من فضلك فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والكتاب آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتينا ملكاً عظيماً أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع من الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيقنا لا ان اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينات من ربكم فارسل معي بني اسرائيل قال ان كنت جئت بآيات فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونادى يداه فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساهر نليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجي وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساهر نليم وجاء السهرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سهروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر نزيف وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك انقلبوا صاغرين والكسرات ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين
الشديد بسم الله الرحمن الرحيم يتزرعون 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 فلولا إذ جاءهم بأسنا تزرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم يتزرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تزرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فإذا هم مبلسون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من ويرزق من حيث لا يحتسب ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله
قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا 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 ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا 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 ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يرزق ومن يرزق ومن يرزق ومن يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يرزق من ومن يرزقه ومن يرزق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب 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 ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله قد جعل الله قد جعل الله لكل شيء قدرا 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 جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب لا يحتسب لا يحتسب لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل زهق 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 الباطل إن الباطل كان ذهوكا 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 إن الباطل كان ذهوكا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين 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 ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوكا جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل زهق الباطل زهق الباطل زهق الباطل زهق الباطل زهق الباطل إن الباطل كان ذهوكا إن الباطل كان ذهوكا إن الباطل كان ذهوكا إن الباطل كان ذهوكا إن الباطل كان ذهوكا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوكا إن الباطل كان ذهوكا إن الباطل كان ذهوكا إن الباطل كان ذهوكا إن الباطل كان ذهوكا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء قدرا
قدرا قد جعل الله كل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء قدرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 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 أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا ومنا عجب دعي الله وعامل به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من أصحاب عليم